هاي بتشير الإحصائيات إنه الطاقة الشمسية هي الأسرع نمواً لتوليد الكهرباء النظيفة، فتضاعفت نسبتها بين 2015 وال 2020 لتبلغ نسبة 22% من مجموع الطاقة النظيفة و 3% من الطاقة الكهربائية المنتجة عالمياً. بالتوازي بلغ عدد الألواح الشمسية لليوم 3 مليار لوح بجميع أنحاء العالم. هالعدد من الألواح ما بتتجاوز مدة خدمته للعشرين سنة ورح يتحول لنفايات ضارة بالبيئة بالوقت يلي نسبة إعادة تدويره ما بتتجاوز 10% بالبلدان الأوروبية والولايات المتحدة. بحلول 2030 رح تساوي كمية الألواح الكهروضوئية يلي تم إيقاف تشغيلها حوالي 4% من عدد الألواح المركبة عبر العالم. مين قال إنه الألواح الشمسية بتحتوي على كثير من المواد مثل الفضة والنحاس والسيليكون يلي ممكن استعادتها واستخدامها لتصنيع ألواح جديدة؟ أنا قال. شوفكم بكرة.